أهلا بكم. يواجه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اتهامات متصاعدة من قبل خصومه السياسيين في بغداد تتركز حول ما يصفونه بسيطرة الصدريين على مفاصل مهمة في المؤسسات والوزارات الحكومية بمساعدة رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي، حيث يعتبر خصوم التيار الصدري من القوى الأخرى ضمن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى مدعومة من طهران، أن ما يحدث من إحلال واستبدال في مفاصل الدولة يجرى لصالح التيار أو أشخاص مقربين منه، وضمن مشروع مسبق يرى هؤلاء أن الاستحواذ على مناصب مهمة مثل الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الصناعة ووكيل وزارة الصحة ومحافظ البنك المركزي وتولي قيادات عسكرية وأمنية مقربة من التيار الصدري مناصبها خلال الفترة الماضية من حكومة الكاظمي لم يكن مصادفة. وعلى أي حال، فإن قوى الإطار التنسيقي تعتزم طرح ملف تمكين حكومة الكاظمي للتيار الصدري في مؤسسات الدولة ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصا وأن ما وصفته بتمكين حكومة الكاظمي للتيار الصدري في مؤسسات الدولة على حساب القوى السياسية الأخرى ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة، لأن كتلا داخل الإطار التنسيقي تقول إن أحد أبرز الأسباب لرفضها تولي التيار الصدري تشكيل الحكومة بمفرده هو سعيه إلى إزاحة قواعد الأحزاب والكتل الفاعلة من مؤسسات ووزارات الدولة، وهذا يشمل إدارات الحكومات المحلية في بعض المحافظات الجنوبية، كما أن اتهامات تواجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بأنه يطلع بجزء كبير من هذا المشروع، وأن ذلك يساعد موقف الكاظمي القريب من الصدر.